نستقبل عاما جديدا. ها نحن نستقبل عاما جديدا بتوقعات جديدة وكلنا أمل ورجاء أن تتحقق. إن الماضي يشهد عن معاملات الله العجيبة، عن أمانته وصلاحه، وتشهد لنا عن نعمته ومحبته، صبره وطول آناته، تشهد عن إحساناته ومراحمه كل يوم جديدة. إن بركات الرب لا تعد ولا تحصى، إنه إله الخير والجود والعطاء، إنه يحبنا ويريد الخير لنا، إن خطته لحياتنا للسلام والطمأنينة. إنها سنة أخرى وعجلة الزمن تسير نحو النهاية، فهيا نمنطق أحقائنا وأن نسهر ونصلي، هيا نحافظ على سروجنا موقدة ومصابيحنا مشتعلة، هيا لننتشل نفوس من النار وأن نكون مثمرين، هيا نكون مستعدين لمجيء المسيح. مكتوب: هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. الرب لم يتغير، هو حي حاضر. مكتوب: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. إنه قريب منك، اسأل تعطى، اطلب تجد، واستمر بقرع الباب حتى يفتح لك. صلاتي إن الرب يحقق أمنياتك وسؤل قلبك. صلاتي إن الرب يعطي النصيب الصالح لكل محتاج، ويشفي كل مريض، ويداوي كل النفوس المجروحة، ويسدد جميع احتياجاتكم بغنى مجده، وتكون في الارتفاع وكل ما تصنعه تنجح. تذكر أن مجيء الرب قريب، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. دعونا نكون مستعدين لمجيئه، نسلك في حياة القداسة وأن نشهد عنه. دعونا نجعل هذا العام مثمرا لمجده، وتحل بركة الرب على جميعكم. صلاتي لكم كما هو مكتوب: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك ويستسمن محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك، وباسم إلهنا نرفع رايتنا، ليكمل الرب كل سؤلك. وكل عام وانتم بخير.